يعني كان واضحا اليوم أن سلسلة العمليات العسكرية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية كانت واسعة ومحكمة حقيقة في منطقتين رئيسيتين. المنطقة الأولى التي شهدت الاشتباكات الأكبر هي مخيم الشابورة، حيث أوقعت المقاومة الفلسطينية، وفي بيانات منفصلة تحديدا لكتائب القسام قالت أنها أوقعت دبابتي مركبة بكمين من خلال استهدافهما بقذائف الياسين 105، وعند خروج الطاقم هاتين الدبابتين وهربا من يعني خوفا من انفجار الآليتين إلى شوارع وأزقة مخيم الشابورة الضيقة، كانت وحدات من كتائب القسام أو وحدة من نخبة القسام بانتظار هؤلاء الجنود الإسرائيليين، وقاموا بإطلاق النار والإجهاز عليهم من مسافة صفر. بيان القسام قال أنه أجهز على عدد من الجنود الإسرائيليين من مسافة صفر، وهذا يعني أن إطلاق النار على الجنود الإسرائيليين هو من مسافة أمطار قليلة فقط. هذا الأمر دفع بالقوات الإسرائيلية إلى تعزيز قواتها والدفع بقوات الإنقاذ إلى داخل مخيم الشابورة تحديدا في منطقة الدخني. عند القدوم الآليات الإسرائيلية لإنقاذ الجنود الإسرائيليين أيضا تم استهداف مركبتين أو آليتين من نوع إيتان بقذائف الياسين 105 وإيقاع أفراد القوة الإسرائيلية في هاتين الآليتين بين قتيل وجريح، بحسب بيان القسام الذي قال أنه قتل 4 من يعني عدد من الجنود وتم تدمير 4 آليات تدميرا كاملا. هذه العملية المركبة والمعقدة لكتائب القسام أيضا كانت لها عملية مشابهة تماما في شارع البحر بالقرب من الحي حيتل للسلطان في المنطقة الجنوبية من حيتل للسلطان، حيث تم رصد خلال الأيام الماضية عدد من الأرتال الدبابات التي تتحرك في هذا المحور. مجموعة من كتائب القسام رصدت ويعني كانت جاهزة لهذا الموقف، قامت بزرع لغم كبير جدا أو على ما يبدو من بيان القسام أنه من مخلفات قذائف الاحتلال التي لم تنفجر، وتم وضع هذه اللغم أو هذه العبوة الكبيرة في طريق الآليات الإسرائيلية، وعند مرور الآليات العسكرية الإسرائيلية على هذا اللغم تم تفجير المركبات. وبحسب بيان القسام قالت أن هذا التفجير أدى إلى تدمير آلية إسرائيلية بشكل كامل ومقتل كل من بداخل هذه الآلية، وعمليات انتشال جثمين القتلى أو أشلاء القتلى استمرت لعدة ساعات. في كلا الحالتين هبطت مروحيات إسرائيلية في حيتل للسلطان في المنطقة الجنوبية الغربية من حيتل للسلطان وفي مخيم الشابورة لانتشال القتلى والجرحى من بين الجنود الإسرائيليين. هذه العمليات المركبة والمعقدة جاءت بعد سلسلة من العمليات الكبيرة التي نفذتها كتائب القسام والفصائل الفلسطينية في مدينة رفح تحديدا في الحي السعودي في حيتل للسلطان وأيضا في مخيم الشابورة، والتي أدت إلى مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين بالإضافة إلى قذائف الهاون والاشتباكات التي خاضتها سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى في حي الشابورة في البرازيل في الحي السعودي وفي حي تل السلطان. لكن هنا في خان يونس وقبل قليل دوى انفجار كبير بفعل غارة إسرائيلية على بعد أمطار معدودة فقط من حيث نقف، حيث استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزل لعائلة العناني مكون من 3 طوابق بجوار مجمع ناصر الطبي على الجهة الشرقية، لا يبعد عن هذا المكان سوى 30 متر فقط. هذا القصف أدى إلى تدمير المنزل بالكامل دون أن يسجل وقوع عصابات، كما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة في مدرسة تابعة للنوروا تابعة للأمم المتحدة يوجد بها الآلاف من النازحين الذين يعني دمرت مقتنياتهم وحرقت بفعل هذه الغارة العنيفة. هذه الغارة على خان يونس في ساعات المساء المتأخر لم تكن وحدها، في منطقة المواصي منطقة القرارة في الشمال الغربي لخان يونس كانت هناك غارة إسرائيلية عنيفة جدا في مواصي القرارة في الشمال الغربي. هذه الغارة أدت إلى حدوث تدمير واسع في بعض خيام
النازحين دون أن يسفر ذلك أيضا عن وقوع إصابات، وذلك بسبب أن الجيش الإسرائيلي أخطر في كلا الحالتين المواطنين بضرورة الانسحاب والدخول إلى مجمع ناصر طبي. وفي المنطقة التي في القرارة طالب الجيش المواطنين بالذهاب إلى منطقة ساحل البحر تجنبا لوقوع إصابات. التصعيد الإسرائيلي في رفح في خان يونس ما زال سيد الموقف، لكن الأخطر الأصعب الأكثر اشتدادا هو ما يحدث في مخيم الشابورة وفي مخيم حي تل سلطان ومخيم السعودي. هذه المناطق الثلاثة تشهد اشتباكات وعمليات مركبة ومعقدة من قبل الفصائل الفلسطينية التي تمكنت من خلالها العقد القتالية في هذه المناطق الثلاث من إيقاع عدد كبير من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح، والعمليات مستمرة بصورة كبيرة حتى اللحظة ربما تسمع أصوات الانفجارات وعمليات إطلاق النار من المناطق الغربية ووسط مدينة رفح. إنما مرة أخرى إبراهيم فيما يتعلق برفح تحديدا، يعني رفح في أقصى الجنوب في قبل 3 أسابيع كان بها أكثر مركز لإيواء النازحين في العالم دعنا نقول في تل السلطان، دخلت قوات الاحتلال قبل 3 أسابيع، الآن تشتبك معها عناصر المقاومة أينما وجدت قوات الاحتلال. وهنا أسألك حتى نفهم منك الصورة، ماذا عن الكتلة السكانية؟ بالتأكيد لم يغادر كل المدنيين، ماذا يفعلون حاليا والاشتباكات تدور من حولهم؟ نعم، هذا سؤال مهم. يعني بقى بعد عملية النزوح العكسي من الجنوب إلى الشمال بحسب الأونروا، وهي التي أدق في إحصائياتها كونها تشرف على توزيع المساعدات وتقديم الخدمات لمجموع النازحين واللاجئين، بقى في رفح 100,000 شخص. هؤلاء جميعهم في مناطق محددة، هي المناطق الغربية لمدينة رفح تحديدا حي تل السلطان، منطقة البركسات، الحي السعودي، ومنطقة المواصي، القرية السويدية، منطقة العزبة، دوار العلم، منطقة معاوية، ومنطقة فريش، ومنطقة الشاكوش. هذه المناطق يوجد بها 100,000 نازح يعيشون ظروفا صعبة. عندما تم الخروج النزوح الكبير باتجاه الشمال تحديدا منطقة خان يونس، بات العدد الأكبر من النازحين ربما أكثر من 1,000,000 في مدينة خان يونس شرقها ووسطها والمناطق الغربية، المخيم وحي الأمل ومنطقة المواصي. هناك 10,000 حقيقة ما زالوا متواجدين في المنطقة الواقع ما بين دوار العلم وحتى منطقة بحيرة فش فريش المعروفة والواقع ما بين مدينة خان يونس ومدينة رفح. هناك عدد كبير من المواطنين بعد المجازر المروعة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الخيام قبل 4 أيام تحديدا، وقصف الخيام وقتل 8 من المواطنين وإصابة نحو 25 آخرين، 10,000 نزحوا. بقى هناك عدد من النازحين أو من المواطنين ما زالوا في هذه المناطق، منطقة معاوية في الشفرش ومنطقة أبو شلوف ومنطقة الشاكوش، لا زالوا حتى هذه اللحظة، لأنه باختصار لا توجد مناطق آمنة لا في خان يونس. قبل قليل كان قصف على مواصي خان يونس في المنطقة الشمالية، وهنا بقرب أمام مجمع ناصر الطب، وبالتالي الناس بقت في أماكنها رغم الخطر تحاول أن تحتمي بمؤسستين رئيسيتين. المؤسسة الأولى المستشفى الميداني البريطاني، الناس تتجمع حوله، والمستشفى الآخر المستشفى الدولي الذي تديره اللجنة الدولية للصليب الأحمر. لكن هؤلاء الناس يعيشون ظروف مأساوية، يعيشون في خطر داهم على مدار اللحظة والدقيقة بفعل استمرار عمليات إطلاق النار على النازحين وعلى خيامهم من منطقة القرية السويدية ومن منطقة العزبة، بالإضافة إلى إطلاق النار والقذائف المدفعية من منطقة حي تل السلطان والسعودي باتجاه هذه المناطق. وكل يوم يتم انتشال شهداء وجرحى من هذه المنطقة. لكن الناس، هناك المئات من العائلات التي لا زالت محاصرة لأنها لم تتمكن من الخروج، تحديدا الحي السعودي 1 و2 و3 ومنطقة حي تل السلطان، بالإضافة إلى بعض المناطق في وسط مدينة رفح. العائلات حوصرت ولم تستطيع الخروج، عندما بدأت في الخروج
باغتتها الطائرات المسيرة والطائرات الكوادكوبتر وأطلقت النار عليها، أدى ذلك إلى وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى، لذلك الناس بقت في منازلها. هناك بحسب المصادر الطبية في رفح تقول أن هناك العشرات من الجثث الشهداء والمصابين لا زالوا في منازلهم، يعني تحت أنقاض المنازل وفي الشوارع وفي الطرقات. هذا كله بسبب عدم تمكن هذه العوائل من النزوح بسبب الحصار قوات الاحتلال الإسرائيلي لعشرات ومئات العائلات التي لا زالت حتى اللحظة محاصرة، وجزء منها يعني ما بين شهيد وجريح تحت أنقاض منازلها المدمرة. الزميل إبراهيم قنن متحدثا إلينا من خان يونس من أمام مجمع ناصر الطبي.